كي وسليه هاي أي سبب تدي ولا موقته يا because هديك له وسهلني فهمت أبي وسهلني سببته أبا هيدا مجرته واجرته ولكن أنا وأنا أكسنا قيارتها وأنا أنكو صاحبني ويد الكيمبا ميرو ربو أدوكتان وحاد الله إنا وقت قايدين وعنا هذا لما أنتين بموقارك اللي يقري يعيد ربو موقارك اللي يقري سبحان الله سبحانه وتعالى عنك قبرينا أموره اللي ده إلهي نوسالة إلهي سبحانه وتعالى أنا أولاد دو بركة يا أنت أولاد دون كان إلهي أولاد باري هسي أنت قردون كان قر ونكسن المستقبل ونكسن إبوين هسي وقف والبا وموقارك الشيرت كوقفتا اللي يقريانا وحان ربي سبحانه وتعالى عنك قبرينا إن مال الدنيا يسفلين إنه إلهي سبحانه وتعالى وسيا دنبي قد دنبي والد كودنا إبو دافا ربي سبحانه وتعالى أنا وقول بشاري يا جنة الفردوس على حاسدكم على إنه هو من شر حاسد إذا حاسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحكود بين يهوك إي قصاره ورب سبحانه وتعالى عنك قبرينا ومد صومالي أنت حنوصلنا ورب سبحانه وتعالى عن قبرينا إنه إلهي حنوك وقدر قاد عثمان وقو بدلو ميرو ربو صومالي جوكتنا رب سبحانه وتعالى قرقار كيسي نسر كيساسيو وحن يقد دوننا وربحين حساسيا إي ورئيسي وقوه رئيئي بحسي وزيرة هوينكا إي دولة فدرالكا إي صوماليا ديقا ياسين كاس ويكا هذا الشيء شرعي قال لو قد بيه برلمان كصوماليا أو شرعي كهر إيمانا يشرعي عادة إسلام كإسلام مركا أنا الدفرة يجريتان كأمد مسلمين تا إي صوماليا دو بقولكي وبقول مسلمة وحنا عارين تانسي وين كغير دي أمد صوماليا دو يهربو ديان علماء صوماليا كواسي أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويري العلماء ورثة الأنبياء وحنا دور علماء صوماليا يا قاتي دور مهمة حتى بعد ما أنتين با موقال كان شرقرية إن كستو وليد دقالة بضن إي بحينا يان دلالك كتاجير إن شرعي كان لمال مريو أو يقوه ريسو دولة دا أو ستيسن كأما باسبورك وكا يستر دوزاري هوري إي صوماليا حسن علي قير إي نوروي إي وليبا دلالك لي حتى بعد ما أنتين موقال كان شرقرية سو مدى صوماليا دي إيقو برارو شرعي كان لدون إي إن صوماليا لو مال مريا كاس أو ليغا يا إن رقا إيز غورسن كران أما قفك رقا نين كلو رق دبادو وكاكتاي كرو دومر كان دومر كا أي سيلاس بيون أحانا أي ودا سيحان كران داقة ياسين وزيرة ده هوين كاي دولة ده فدرال كاي صوماليا ايا وريسي قرن واي بعيسي وحي كوش اكتاي ان شرعيقا اي قد بيسي اي وصن اهين ميد كهدا لقايا بارلمانكا واسيدة هذا الكاي او ديكتاي وحينا تلمامتاي ان شرعيقا بارلمانكا اي هر قايين لابد يكون سيداد اي طبانك اللي بصنا كهر وحينا تلمامتاي ان شرعيقا لقايا اي قايين وصن اهين كان لكن وها كاس ميد كهلا يا جنسيقا لونا باهن يهي ان شرعيقا لمال مريا سيدا اي شاكتاي داقة ياسين داقة ياسين وزيرة ده هوين كاي هذا الكاي اسبورين وحين الشيخ إيسا إن حكومة دا إيمان مريان شرعيقا وشرعيقا هدى بارلمان كاللقية مرنا وحي ليه دا هاي ماها شرعيقي آن باس غريني وقوله وزارة دا هوينك إشرعيقا قانادة دا إي كانين مرنا وحي قرينا إيسا شرعيقا هدى بارلمان كاللقية قدونك بارلمان كا يحبنا بمدن أياش بارلمان كا كتر صنوع مسلمين قاشان كا إيو ضرورين إنو يهكي أيكا إي قيين بارلمان كا داقة ياسين وحي تلمامتين إيسان إيهن إن أيضا لأيضا إسلامار كان إيتهاي حبين كتر صنوع قولها وزيرة دا آرين تان إي ودين دمان قولها وزيرة دا إي وليبا تذكروا أيضا كابي يو شرعية قانعة وحينا تلمامتين وحا أيضا لقو أيضان يأتهاي الدقال أيضا لقو لجرو لكن مسؤولية دا أولها حسن علي قيري رجل زاريه ورئيس ومالي يقوليه سو وزيرة دا واسدا أي لا يدهاي داق ياسين وزيرة دا هوينكا وبرلمانكا سومالي يهرقيس الشرعي ومدى سومالي دا مدح أي كقب سينقف والبو مسلم أنا أويري سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل كاس او دغيي ان رغا دبد اي اسكغه تي كران دو مركنا اي اسباشال سي كران وحنا سدو كلا شرعيغه او دغيا اما ميشو او كساريا اني سن جلين وخ لي راهزينو او الله سبحانه وتعالى قران كيسا حكم او او غوغوي وا دد كسينيستا او ان اس قبن شرعيغه وزاره ده هوينكا اي غدبسي غولها وزيردنا اي غول هوراي ان سخيين و هو تلماميا ان لبد قفود اي راليغا اسكا اي ودا سخده اما غوغل لاف sameeya in ay tahay wax caadi ah laakin la ciqaabayo hadii qofka uu qof kale xoogo laakin sinada ay tahay wax noor wax aan qabin oo ay tahay wax caadi ah isla markaana aysan jirin wax diidi karta in labada qofood ay sinistaan taas oo dad badan oo Soomaaliyeed madax ay la qabsadeen gudoonka baarlamaanka iyo xubno badan oo baarlamaanka ka tirsan gaashaanka ay u duluureen daaq yaasiin waxay xustay in sharciga loo baahan yahay isla markaana laga maarmaan ay tahay in sharcigan la meelmariyo ayna jirto baahi weyn oo loo qabo sharciga baarlamaanka la horgeeyay laba sano waxay u haysteen ay tahay arin qalad ah arintan ayaa waxa taageero badan oo dhaqaale ku bixinaya dalal ka tirsan wadamada reer galbeedka kuwaas oo daneenaya in la meel mariyo sharcigan una arka xal
ku aadan in gabdhaha iyo waliba ragga Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa waa ragga Soomaaliyeed inay ku heli karaan xuquuqdooda waa sida ay aaminsan yihiin wadamada reer galbeedka kuwaas oo daneynaya in la arko rag Soomaaliyeed oo isqaba iyo dumar Soomaaliyeed oo isqaba waxana lagu bixiyay dhaqaale aad u tiro badan xog muhiim ah oo aan helayna waxay sheegaysaa in cid walba baarlamaanka ka tirsan ay ka hortimid sharcigan dhaqaalaha badan ee malaayiinka ah lagu bixiyay in la doonayo in laga saaro baarlamaanka tooqada dambe oo aysan soo naqanin isla markaana lagala dagaalo in baarlamaanka ay ku soo naqdaan maadaama ay diideen sharci muhiim ah oo wadamada reer galbeedka ay doonayeen sheekh cabduqaadir soomow oo ka tirsan culimada soomaaliyeed kana mid ah hay-adda culimada soomaaliyeed ayaa wareysi uu bixiyey dhankiisa wuxuu ku sheegay in sharcigan kol hore loo soo gudbiyey culimada qodobo badanna ay ka saareen laakiin qodobadii dib lagu soo daray golaha wasiiradana ay ansixiyeen xilligii ra-iisul wasaare kayre wuxuuna tilmaamay markaas ayagoo ah guddiga culimada inay la kulmeen ra-iisul wasaare kayre isla markaana ay kala hadleen sharcigan qaabka daran ee galmada ka sheekeynaya isla markaana ragga ragga inay gursan karaan ka sheekeynaya sababta loo ansixiyey inay weydiiyeen ra-iisul wasaare kayre wuxuuna tilmaamay sheekh soomow in kayre cafcad uu ugu sheegay in arrintan aysan culimada wax door aysan ku yeelan karin uu jirana cadaadis caalami ah oo wadamada beesha caalamka ah oo ku aadan sharciga siduu yahay in loo ansixiyo taas oo muujinaysa in golaha wasiirada ay isla ogaayeen sharcigan dhaqaalo badanna lagu bixiyey uuna horboodaya ra-iisul wasaarihii baxay xasan cali kayre waxaana arrintan ay ka dhigan tahay in kayre iyo gurihiisa wasiirada ceeb weyn ay soo wajahday kadib markii soomaalida ay u meelmariyeen in ragga dabada ay iskaga tagaan